السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، وين غادي نتكلموا على الحملة تاع عقلع عقلع. الو الو، كي توصلك على ما كانوا يديروا لهم هذو تاع رابيط عاد، هذو اللي كانوا مع شحيش دايرين الحشاش الرابيطات والاخرى في الاتحادية وكلش، كانوا مسديين كرتينا هذا كانوا يديروا لهم. الو، غدوة ان شاء الله مين يجيك التوقيف ما تبقاش تريكلامي ولا تخرج تعيط للاعلام ولا تهدر في الاعلام ولا روح حطها سني وخلي كيما هاك وخرج، ربط بيستك ومفاتيح تاع لوطوك وخرج، واذا كانت اللوطو تابعه على الرابطه ولا خليها وخرج دير ستوب، اركب في طاكسي ولا عيط الطاكسي يجي يديك ولا هذه. راهم كيما هاك، انا نقول لكم راهم كيما هاك. الو، خلي وخرج، والله لا راهم كيما هاك، راهم يديروا لهم كيما هاك. صحيك، راهم يناخروا فيهم مكاش، خلي وخرج، وبالك تهدر خرج روح قارع، إلا نجبت في التحقيقات ها قارع وصيك غادي نعيطوا لك. هادي هي نور الدين بولفعات انقضى آخر موسم له على رأس الرابطة ما بين الجهات، القسم الثالث هواد. بولفعات سبق له رئاسة رابطة الجزائر الجهوية لكرة القدم 5 عهدات قبل أن يصبح رئيس للرابطة ما بين جهات في الجمعية الانتخابية. أثرت الكثير من الجدال بسبب طريقة إبعاد سلفه يوسف بن مجبر بولفعات، وفي الجمعية العامة الانتخابية فرض نفسه كرئيس للرابطة ما بين الجهات عن طريق التزكية بسبب عدم قبول ملف المترشح يوسف بن نجبر لعدم مصادقة على ملفات 3 الأعضاء في المكتب وخدعه من طرف بعض الأشخاص الذين انسحبوا في آخر لحظة. هذه هي أخويا ناس كيفاش خاطش يقول لك على بالك بالك هما كان ربي ما باقي له مش كاين ربي مشي باغي له التهلوكة، كاين ربي ما كاش باغي له التهلوكة بعده على ذا المصيبة الكحلة اللي راهي طايحة على ناس، وكاين ناس اللي غادي ينجبدوا، كاين ناس اللي غادي ينجبدوا اسمه تاعهم غادي يطلعوا، خاطش راهم كيما حتى كيما درت ها ماشي انا انت كاع راهم محصلين في هذاك، كاع راهم محصلين فيه. انا نقول لكم خاطش ينقصوا على روحهم. بولفعات وفي الجمعية العامة الانتخابية فرض نفسه كرئيس للرابطة ما بين جهات الجمعية الانتخابية آنذاك والتي جرت بمدرسة العليا للعلوم التكنولوجية الرياضية بمركب الأولمبي محمد بوذياب بالجزائر العاصمة، شهدت أمور مؤسفة ينادي لها الجبين يعني، وتعبر عن الواقع المارير لكرة القدم الجزائرية بحضور أشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم كانوا يتواجدون تحت يعني حتى على مستوى المنتخب الجزائري ومبنى الفاف والمعروفين بالبلطجية تابعين لجماعة يعني الخاين وأساس الخاين. هذه كانوا يبشوا باسم الخاين وأساس الخاين، ما كاش اللي يهدر معهم، كانوا يخافوا صورتو يخافوا من أساس الخاين، بالك الخاين ما كانوش يحسوا يخافوا منه بصح كانوا يحسوا كانوا يخافوا من الاساس، كانوا الناس اللي كانوا عقلوا لهم كيفاش كانوا يدخلوا نورمال بلطاجيه، واحد قهواجي يدخل، واحد عنده شيشه يدخل يعني، ولا يدخل الجمعيه العامه ويدخل ويقعد ومكاش يهدر معها ومكاش يهدر معاه. هذه باش يكون على بالكم يعني. الجمعيه الانتخابيه انذاك عرفت انقلاب من رؤساء النوادي على يوسف بن مجبر بداية بعدم المصادقة على تقريره المالي والأدبي ونهاية بالتصويت على نور الدين بولفعات بطريقة أو بأخرى، وكلنا يعرف كيف كانت تسير الأمور حينها. بولفعات انتهت يعني انتهى كرويا، والمكتب الفيدرالي الذي حضره يوم الأربعاء 26 جوان 2024 هو الآخر له في مسيرته في التسيير في كرة القدم في كلش. ويتكون المكتب نور الدين بولفعات من أعضاء التالية، أسماءهم رئيس نور الدين بولفعات، ممثل للرابطة الجهوية رضوان
نقدي فريد، يعني فريد ديمة، ممثلين للأندية عز الدين بن محمد، مصطفى، عمر بن قارة، رضا بالجاق، سعيد كاشا، عبد النور، يونس، صديق ناصري، أعضاء إضافيون، عبد الحافظ، عوينات، زوبير، العريبي، منير، بنزية، بزية، هذو هما الأعضاء هذو اللي كانوا معه. للتذكير، فقد تم إبعاد عضو عبد النور يونس المقرب من زتشي حسب العديد من المصادر من مكتب رابطة ما بين الجهات بسبب عدم التزامه بواجب التحفظ وانحيازه للمرشح مزيان إغيل ضد المرشح وليد صابي، وإن أعلن بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الجمعية الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم. ويستغل يونس عبد النور أيضا كمسير في فريق مولودية ترشان والذي حقق الصعود هذا الموسم للرابطة ما بين الجهات، وهو الصعود الذي خلق العديد من التأويلات من طرف الفريق من الفرق المنافسة التي عبرت عن استيائها واتهمت الرابطة البليدة الجهوية لكرة القدم بالظلم ومحاباة لطرف آخر. هذه هي أخبار لازم لهم، يعني وهو من كان السبب في تحيز لبعض الفرق ضد الفريق شباب أضرار الموسم الفارط، وهو هذا الموسم الذي بسبب خروقاتهم للقانون لم يتم لحد الساعة الفصل في هوية الفريق الصاعد للقسم الوطني الثاني. شو كيفاش أسدوا داروا كلش. وهو من كان سبب في التحيز لبعض الفرق ضد الفرق شباب أضرار الموسم الفارق هذا الموسم، يعني شو كيفاش الناس كيفاش خدمت، الناس كانت تخدم يعني التحيز كانوا دايرين كلش، يعني وهذا ما يؤكد التسيب الذي عرفته الرابطة ما بين جهات ظلم تحيز محبات للفريق على حساب الآخر. أتمنى إصلاح ما يمكن إصلاحه وأن نرى مكتب رياضي عمل وفعل، يعني عمل والفعل وخدمة لكل فرق دون التميز. إن شاء الله بربي جاية هذا، إن شاء الله بربي هذا والعام جايين. هذو الناس يعني وين كانوا يخدموا مع الخاين وأساس الخاين، الحمد لله يا ربي الأمور بدأت يعني تتضح، الأمور بدأت تتضح بزاف صوالح. واش صرا بزاف، صرا بزاف. ان شاء الله بربي راه جاي، جاي اللالوبه يتربد، راه جاي اللالوبه وراه يتربد خويا. بس هذو اللي قال لهم حسابات، وغادي يكون غادي يكون ما غاديش تكون في جهه واحده برك، اليوم كاينين لي بريزيدون تاع انديه، كاين اعلاميين، كاين رؤساء الرابطات، ولا راهم يخرجوا فيهم باطل ولا يخرجوا فيهم ولا يروح روح 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 تسمع غير روح باطل ولا ولا تسمع غير روح ولا ما قلتش بيها تاع عزبي نتوما كانت عزبي كيما داك بهلول مي قالوا له واك واعطى كره بخر بهم تاع الطاس محكمه ما لي عاودوا الواح ارواح يقولوا له ارواح 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 شدك تشكيتي واك رايح.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم.